وسهلا بكم مشاهدينا ضمن عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي وقاية وعلاج الخاص بالتوعية الصحية. البرنامج اللي كيجيكم عبر الصفحة الرسمية الميد راديو عبر الفيسبوك وأيضا من خلال موقع ليلا بلوس. في هذا العدد من برنامج وقاية وعلاج موضوعنا غيكون موضوع مهم جدا وغنتكلموا من خلاله على دور طب الشغل في مرحلة رفع الحجر الصحي بشكل تدريجي، وكنسطروا على هذا الأمر اللي هو خاص يعني بأمور اللي هي تدريجي، يعني رفع الحجر الصحي تدريجيا في بلادنا. كلنا يعني كنا كنتسناو بالأمس البلاغ المشترك اللي كان جمع بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية، غادي نتكلموا على مجموعة ديال النقط اللي هي أساسية ربما حتى بالنسبة للتصنيف اللي كان خاص بالمنطقة واحد والمنطقة جوج. غنتكلموا على أمور أخرى اللي هي خاصة خصوصا بالنسبة للمؤسسات والشركات والمعامل والمصانع اللي استأنفات يعني العمل ديالها حول الإجراءات الوقائية والاحترازية اللي لازم تكون حاضرة داخل هاد الشركات وداخل هاد المؤسسات. يسعدنا كثير على أنه من خلال برنامج وقاية وعلاج لهذا الأسبوع تكون معنا الدكتورة رجاء غانمي متخصصة في طب الشغل. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة رجاء غانمي، مرحبا بك معنا. مساء الخير أخت عفاف، مساء الخير لكل مشاهدينا متتبعي القناة، وشكرا على الدعوة. شكرا جزيلا لك. فقط غير باش نقول للمشاهدين والمتتبعين انه كان من المفروض يكون وكان مبرمج يكون حاضر معنا ايضا الدكتور عبد الرحمن مشراوي اللي هو اخصائي في الطب الباطني ومتخصص ايضا في التدبير الصحي بالمانيا وعضو في الشبكه الدوليه للكفاءات الطبيه لمغاربه العالم، لكن لظروف تقنيه عنده هو ما قدرناش على انه نتواصلوا معاه عبر التقنيه ديال سكايب اللي من خلالها بطبيعه الحال تنقدموا البرنامج. يعني ظروف تقنيه عند الدكتور عبد الرحمن مشراوي للاسف غاب علينا خلال هذا العدد، ولكن نتمنى إن شاء الله يكون معاه موعد آخر من خلال الحلقات المقبلة. أول حاجة معك دكتورة رجاء غانمي وأنت متخصصة في طب الشغل، كان انتظار من الكثير من الناس ربما كي اللي سهر في انتظار البلاغ المشترك اللي غتجي به وزارة الصحة وأيضا وزارة الداخلية. شفنا مجموعة ديال النقط اللي هي أساسية، ربما الأمور الأبرز اللي حضاص باهتمام كبير عند المواطنين هو المسألة ديال التصنيف ما بين منطقة واحد منطقة اثنان بطبيعة الحال على حسب يعني الكثير من الامور، غادي نقولوا ربما حتى مجموعة ديال المؤشرات اللي خلات هذا التصنيف يكون. انا اول حاجة دكتورة رجاء غانمي يهمنا الرأي ديالك كمتخصصة وكطبيبة ايضا، يعني تقييمك للوضع في بلادنا حاليا بشكل عام. هو الحمد لله، اولا تنبغي نطمئن يعني الحمد لله اننا ما وصلناش لسيناريوهات يعني صعيبة ودراماتيكية بفضل بطبيعة الحال التوجيهات السامية صاحب الجلالة نصره الله، بفضل مجهود الحكومة، بفضل طبعا والأهم هو مجهود الأطباء ومجهود المواطن، يعني المواطن الالتزام ديالو هو اللي خلانا أننا الحمد لله الآن يعني الحالة الوبائية كيف ما كان الحال فهي متحكم فيها، يعني الآن متحكمين في الوضعية الوبائية. وأنا كنشوف يعني كطبيبة أنا كنقول بأنه يعني كان من المفروض يعني أنا كنت يعني عارفة بأنه من المفروض أنه يكون هذا القرار ديال الرفع يكون تدريجي، لأنه رحنا كنعرفوا بأنه إحنا الحالة الوبائية ماشي صفر، يعني ماشي صفر حالة، ماشي يعني انعدام الوباء، مازال موجود تواجد الوباء ولكن غير هو متحكم فيه، ويعني من الضروري أننا ما نرجعوش للحياة العادية يعني بصفة فورية، يعني مرحلة التدرج منها باش نشوفوا يعني التحكم درجة التحكم في الحالة الوبائية باش ما نعودوش يعني لا قدر الله أننا نعودوا نديروا نرجعوا لنقطة الصفر. فيعني مزيد من الصبر، يعني كنعرف بأنه الحجر الصحي يعني مسألة صعبة جدا نفسيا اقتصاديا اجتماعيا، يعني كارثة نفسية وكارثة يعني اقتصادية، ولكن من الضروري يعني أنا كنقول بأنه الحياة حياة الإنسان أغلى وتتكون كنقدمها على جميع الأشياء الأخرى، وهي كتشفع بأننا يعني نزيدوا نصبروا أننا نزيدوا في الصبر ديالنا وفي التعاون.
طيب نمشيو دكتوره رجاء. اول حاجه دابا الحمد لله بدينا كنشوفوا على انه عجله الاقتصاد بلادنا يعني بدات كتحرك تقريبا هذه ايام. شفنا مجموعه ديال الشركات وديال المصانع وديال المعامل يعني في قطاعات اللي هي مهمه جدا، قطاعات اللي هي حيويه بدات كتحرك. فهنا ربما وحنا كنتكلموا على مسؤوليه ديال الصحه العامه، ربما راه فيها جوج ديال الاجزاء اللي هي مهمه، سواء اللي كتعلق بالمسؤوليه الفرديه يعني ديال كل واحد فينا والمسؤوليه الجماعيه. اول حاجه غادي نسولك عليها، وهو قبل ما غنتكلموا على الناس اللي كيشتغلوا داخل هذه المؤسسات، وهي المسؤوليه اللي كتجي على عاتق ارباب يعني العمل او للمسؤولين او للمدراء ديال هذه الشركات. شنو الامور اللي هي ضروريه كيخصهم يوفروها لما يعني هاد الناس غادي يستأنفوا العمل ديالهم؟ شنو الحوايج اللي ضروري كيخصها تكون متوفره تقريبا في جميع المؤسسات والشركات والمصانع والمعامل فيما يخص دائما الاجراءات الوقائيه والاحترازيه؟ شكرا على هذا السؤال أخت عفاف. أولا يعني الإجراء أو التوجهات اللي قام بها صاحب الجلالة في هذا الإطار نصره الله، أنه عطى التوجيهات باش يدار هذاك لو ديبيستاج أون ماس، يعني أنه يكون داك التحليل المخبري العام والشامل للعمال. وهذه نقطة مهمة اللي كنبغي نوقف عليها، لأنه ملي غادي نبداو غنفتحوا المقاولة اللي يعني من بعد هذه المدة ديال الحجر الصحي، غادي نبداو احنا عارفين يعني كما كنقولوا على صفحه بيضاء، عارفين انه الحاله الوبائيه لكلهم الموظفين ديالنا داخلين على انهم كوفيد نيجاتيف، يعني انهم الحاله ديالهم سليمه. من هنا من بعد ما غادي نستأنفوا العمل، هنا فين كتبدا يعني احنا ما عندناش واحد اللبس بارابور الدخله ديالهم كيفاش دخلوا كوفيد نيجاتيف. هنا كتبدا المسؤوليه ديالنا، مسؤوليه الجماعيه كيف ما قلتي ديال رب المقاوله والطاقم اللي التقني ما فيهم طبيب الشغل، والمسؤوليه الفرديه اللي هي ديال العامل او المستخدم. فدائما يعني في قواعد الوقايه وفي قواعد الوقايه العامه الاهميه تعطى للوسائل الوقايه الجماعيه، يعني ما يمكن فعله باش اننا نتفاداو لو ريسك بصفه كوليكتيف، يعني مجموعه، يعني كلها المؤسسه تكون محميه. وهذه هي المهمه، كتكون فيها مهمه كبيره على رب المقاوله وعلى طبيب الشغل وعلى لجنه السلامه وصحه المستخدمين. اول نقطه كنبدا بها هي انه خاصنا نحددوا الاشخاص اللي عندنا في المقاوله، يحدوا الحالة الصحية ديالهم. مثلا الناس اللي هما عندهم أخطار صحية، مثلا الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، نساء الحوامل، الناس اللي سوفتو عندهم مرض خطيرة بحال الله يحفظ مرض السرطان، هادو خاصنا نشوفوا لهم يعني واحد الطريقة باش أنهم يا إما يعملوا عن بعد، يا إما أنهم يعملوا في واحد المنأى على بواحد توقيت خاص بهم باش اننا نحميوهم، لان كنعرفوا بانهم اكثر عرضه وانهم هما يعني اكثر يعني المرض خطير عليهم اكثر. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، خاص رب المقاوله يقوم بتشكيل الخليه كتسمى خليه ازمه او خليه ديال الوقايه او خليه السلامه والوقايه، يعني ما نختلفوش على الاسم ديالها. المهم انها كيكون فيها مجموعه من الاشخاص بما فيهم طبيب الشغل ورب المقاولة، من أجل أن توعية العمال. هنا خاصنا نديروا واحد البرنامج لتوعية العمال. عرفنا بأنه دابا المرض ما بقاش مجهول، المرض ما بقاش عندنا يعني شي حاجة اللي هي ميستيريوز، ولا عارفين يعني جميع الناس بالشرائح ديالهم بالهذا عارفين بأنه كاين المرض وطريقة الانتقال ديالو، ولكن خصنا نعرفوا نحدوا لهم داك وسائل الوقايه كيفاش يستعملوها، لانها كنعرفوا اون ريبريز تقد بعض الاشياء اللي هي ما تغيب عليهم. فهنا هذه اللجنه خاصها تكون عندها داك الدور ديال انها هي تحيي وتفكر وتذكر وتعلل علاش علاش هاد الوقايه وعلاش خصنا نتبعوها. يعني حتى الطريقه ديال التواصل خاص تكون طريقه التواصل تفاعليه، يعني تكون يا اما على شكل دي بوتي جروب، يعني خلايا صغيره نتواصلوا فيها ونوريهم يعني من الصغيره للكبيره كيفاش يركبوا البافيت، كيفاش يعقموا، كيفاش، حيت كاين بعض لي ديتاي اللي هما ممكن تتغيب علينا. يعني كنستعملوا اليه الوقايه، كنستعملوا اداه الوقايه، ولكن كنخطئوا في طريقه الاستعمال ديالها. هنا خاصنا نحدوا لهم الطريقه
نحدوا لهم انه كيفاش هي تقنيات العمل، لانه حنا غادي المقاوله كلها غادي تشومبولي، يعني غادي تغير لو سيركوي ديالها بانها تعتمد على الوقايات باش تكون اون كونفورميتي مع لي نورم دو سيكوريتي. غادي نشرحوا لهم. ثانيا يعني خاصنا نحدوا قبل ما يجيو الموظفين والمعاملين او المستخدمين، غادي نحدوا سكون ابل لا جوج. شنو هي هاد لا جوج؟ هاد لو سيستيم دو لا جوج، يعني انه نشدوا المساحه ديال المقاوله وغادي نقسموها بدو تيل سورت بانه كل عامل وكل مستخدم خصو يكون عنده المجال اللي كيشتغل فيه تقريبا 4 المتر كاري. يعني 4 المتر كاري يعني من انه كيكون محاط ب متر الوقاية اللي هي مسافة السلامة. وهنا طبعا هذه المسافة يعني خاصة تحدد، يعني بحال دابا كان عندنا open space على حسب يعني فينا نحطو لي بوست دو ترافاي. إلا كان عندنا مثلا ترافاي اون شين، يعني مثلا اوزين أو لا، هذا خاصة تكون مسافة السلامة تتحط، يعني هنا خاصهم يحدوها وتكون محددة بمؤشر لها، يعني أنه يجي الموظف عارف أو المستخدم عارف ها هو فين غادي يكون وكيفاش غادي يكون، وانه بطريقه انه يكون بعيد. هنا الا كانت، وهنا المهم انه الا كان عندنا المقاوله ديالنا كيجيو ليها زوار يعني ككليون او لا كنستقبلوا فيها الناس، يعني هذه المسافه خاصها تحسب باخذ العين بعين الاعتبار بانه راه كاين واحد ليسباس السلامه خاصو يكون بين المستخدم والمستخدم الاخر والكليون اللي غادي يكون هنا. وعاد نقادو برامج العمل، يعني لي بريغاد دو ترافاي، يعني ما يمكنش حنايا عدلنا المقاوله بمسافه السلامه، ما يمكنش غادي تستوعب لينا نفس العدد ديال الاشخاص اللي كانت تستوعب قبل. يعني انه خاصنا الناس نقادو من لي زوغيغ دو ترافاي، سواء ان نديرو مواعيد اخرى، يعني يبدا الفريق الاول او الفريق الثاني، ولا هنا فين اللجنه كتكون الدور ديالها انها خاصها تجتهد يعني بهدف انه ملي غادي يجيو الناس ما يكونش واحد الاكتضاض بيناتهم، وانهم يكون واحد الوقت باش اننا الا كانوا كيستعملوا لو ميم بوست دو ترافاي انه يكون عندنا الوقت باش نعقموه. طبعا نقطه اخرى اللي هي الاكتضاض، اي شيء ممكن يكون سبب في الاكتضاض خاص يتم حله. يعني مثلا الا كانوا كيجيو الناس كيدخلوا كلهم في واحد الوقت محدد، خاصنا ندير لهم مواقيت الدخول محدده باش ما يكونش هذاك الاكتضاض. طبيعه الحال الا كانوا كيديروا داك لو بوانتاج بالبصمه، حتى هي نردوا البال بانه دابا ما خاصش تكون البصمه، نحلوا الباب. يكون الباب ديال الدخول بوحدو والباب ديال الخروج اللي كيخرجوا منه الناس بوحديتو، يعني باش ما يكونش هذاك الاكتضاض ديال انه واحد داخل واحد خارج. يعني خاصه المقاوله كلها تتم دراستها بطريقه شامله لتحديد مراكز الخطأ، وانها تقاد وتعدل على حسب الامان. طبعا ما نفكرش بانه خاص يكون تعليمات السلامه يعني منشورات يعني بطريقه سلسه، لانه باش يفهمها العامل او لتذكروا بطريقه تكون يا اما شيما يا اما على حسب النوع. لانه مثلا حنا كنعرفوا مقاولات متعدده، كاين الارتيزانال، يعني السيده اللي كتخدم في الارتيزانا وداك الشيء غنعرفوا بانه ما يمكنش تكون تقرا او لا المستوى الدراسي ديالها، خصنا نديروا لها واحد الطريقه اللي غادي تكون استيعابيه ادابتي لها. يعني خصنا نكونوا هنايا ناقلموا على حسب شكل العمل. نقطة أخرى اللي واحد البلاصة اللي فيها استقبال، الأماكن اللي فيها استقبال لا ريسبسيون، يعني مثلا لي كاسيير، مثلا الناس اللي كيكونوا خدامين في لاكوي ديال أي سونتر، يعني وفاكاش البنكا ولا المهم هذا النوع ديال المقاولات، هذاك لاكوي خاصو يكون دائما نديرو ليه عازل من البليكسي كلاس، لأنهم هذوك الناس كنعرفو بأنهم أجلسوا. وهنا نديرو في بالنا بانه الا ما احترمناش مسافه السلامه اللي هي وسيله الوقايه المهمه، راه واخا نديرو لابافيت الا ما احترمناش راه حنا يعني كنقللو من مسافه من نسبه السلامه، من نسبه التحصين.
يعني مش نكونوا كنديروا المخطط الوقائي ديالنا، نكون متمحور حول مسافة السلامة. نعم. وهذا هو أهم نقطة. نعم. بالنسبة للأماكن، الأماكن المشتركة، يعني كاين أماكن مشتركة كتكون مثلا كيستعملها كل شيء بحال لاسانسور، بحال المراحيض، بحال الحمامات اللي غسل اليدين، هادو يعني خاصنا يكون في بالنا بأنه خاص يكون دوريات للتعقيم مستمر، والعامل والمستخدم خاصو حتى هو يكون داير في باله بأنهم هادوك هادوك أماكن مشتركة، يعني خاصو يرد في باله بأنه إلى قاسهم فهو يجب عليه أنه يرد البال أنه يعقم اليدين ديالو. هادو من النقط يعني المهمين والأساسيين في 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 مسألة السلامة اللي هي خاصة تكون، أو يعني هاج السلامة اللي خاصو يتبنى في كل مقاولة اللي فيها مجموعة من الناس. نعم، وهذا ما كنت منه فعلا يعني المسؤولية بالنسبة لأي رب العمل، يعني لأنه هذه الأمور اللي تكلمتي عليها كاملة دكتورة رجاء غنيمي هي أمور اللي هي أساسية ومهمة جدا. طيب نمشيو هذه المرة باش نتكلموا على الموظفين أو على المستخدمين داخل هذه المؤسسات أيضا، شنو هي المسؤولية بالنسبة لكل واحد فيهم؟ هنا ربما غادي ندخلوا باش نتكلموا على المسؤولية الفردية. بالنسبة للمستخدم يعني أنه أولا خاصو يكون حريص على تطبيق وسائل الوقاية، وهذه مهمة أساسية، يعني أنه من اللي يدخل المؤسسة يعرف بأنه قبل ما يدخل كيف ما كنقولوا هو جاي من داره خصو يدير في باله بأنه خصو يعتمد وسائل الوقاية. يعني مثلا ما هضرناش قبيلة على الترونسبور، يعني كاين اللي المؤسسات أو المقاولات اللي كيديروا الترونسبور اللي كيجيبوا المستخدمين، يعني هنا لا كاباسيتي ديال الطاقه الاستيعابيه ديال الحافله او السياره او لا خاصها دائما تكون 50%. يعني احنا شفنا بانه من ارشادات الجماعيه انها خاصها تكون 50%، فهذا لا يعني انه هذه الشيء اللي غادي نبغي نركز عليه، يعني لا يعني انه اصدقاء ديالنا ما شفناهمش او ولادي 3 شهور ما شفناهمش واننا بريزي وهذيك القاعده ديال انه خاصنا نكونوا متباعدين. هذه الحاجه اللي خاصنا، يعني اشياء هي بديهيه ولكن هنا غادي نذكرها الناس، غادي يقولوا بانه علاش تذكرنا هذا الشيء، عرفناه ما نسلموش ما نقربوش من بعضياتنا. نقطه ثانيه ومهمه هي ما ناكلوش مع بعضياتنا، كنعرفوا بانه حنايا يعني كمغاربه عندنا داك الحس ديال الجماعه والاكل جماعه، عندنا يعني حاجه داخله صعيبه، اننا نجيو واحد من يوم جوغ لوندوما واننا نفرطوا فيها ونقولوا، ولكن هنا خاصنا يكون عندنا الهاجس باش نعرفوا بانه واحد القاعده داروها كانوا كيقولوها لي شينوا في بدايه الوباء، وكانت كيقول لك بانه تعامل على انك انت مصاب وانه اللي قدامك مصاب. فدائما هي صعبه يعني في المجتمعات ديالنا اللي مجتمعات يعني خاصه، ولكن مولفين على اننا نتعايش مع بعضنا، ولكن هذه مرحله وحنا غنديروا في بالنا بانها مرحله، ويعني خاصنا عندنا مسؤوليه لانه عرفنا بانه تضررنا اقتصاديا، تضررنا نفسيا، ويعني 3 شهور دازت علينا يعني صعبه يعني بكل ما تحمل الكلمه. فهذا يعني انه بقات عندنا المسؤوليه انه خاصنا نلتزم، ضروري يلتزموا يعني لمصلحتنا ولمصلحة الوطن كله. يعني هذه بطبيعة الحال استعمال الكمامة هذه ما غاديش نذكرها، يعني وهنا تدخل مسؤولية طبيب الشغل أنه الكمامات اللي يعني يشوف شنوع مش من النوع وينصح المستخدمين على طريقة الاستعمال. إذا كانت الكمامة من النوع اللي ما كتستحملش اكثر من يوم، يقول لهم بانهم ها السوايع ديالها وتبدلوها، وها الطريقه باش تستبدلوها والطريقه باش تلبسوها. يعني خاصو هاد الدرس يعاودوا لهم قد ما قد باش يستوعبوا هاد المساله، لانه مساله مهمه. ولا كانت من الكمامات اللي هما غير يوتيليزابل، يعني انهم متعدده الاستعمال،
يعني بطبيعة الحال يوريهم الطريقة اللي غادي تنظف بها وشحال السوايع ونوع لو ديتيرجون اللي غادي يستعمل فيها. وهنا عاوتاني يعني كنرجعوا وكنحذر من استعمال أي معقمات. هنا أيضا طبيب الشغل خاصو يراقب جودة المعقمات، واش هي معقمات يعني من نوعية اللي هي جيدة اللي ما عندهاش أضرار وما عندهاش يعني دي زيفي انديزيرابل، ولا ماشي معقمات عشوائية. طبيعة الحال كنهضر على المعقمات حتى بالنسبة للمعقمات اللي كيستعملوهم بوغ لو لافاج، يعني التنظيف ديال المؤسسة وتنظيم في لو سانيتير، وهذه يعني كل شيء خاصنا نعرفه بأنه المعقم ماشي أي مادة لقيناها ما عرفناهاش، يعني خاصنا نقرا وندقوا في المواد باش ما تكونش شي مواد اللي ممكن تخلف لنا شي أضرار جانبية حنا في غنى عنها. يعني حنا باغي نديرو الوقاية من كوفيد 19، يعني خاصنا نعرف انه ما نديروش وقاية ونجيبو شيء اللي هو ممكن يكون اكثر. النقطة اللي بغيت نشير لها الا سمحتي، بالنسبة للاماكن اللي كيكون فيهم زرابي، يعني مثلا يعني كاين اللي كيكون اوتيلات او ليلي هم من بعد ممكن يستعملوا، فهنا ربما كاين حتى في بعض المكاتب او لا فعلا كيكونوا مستعملين واحد النوع ديال الموكيت مثلا في الارض. نعم موكيت او الزربيه. هنا خاصهم كل يوم قبل بدايه العمل خاصو يدوز يعني يدوزوا واحد لاسبيراتور سبيسيال اللي فيه فلتر هاي بروتكسيون. هاد هاي بروتكسيون كيتسمى بالانجليزيه هاي افيكاسيتي بروتكتد اير، كي با هادو ضروري انهم كيمصوا لي بارتيكول بطريقه يعني شامله ويعني قويه، وبين لي بارتيكول حتى لي ميكرو اورغانيزم. يعني هاد يعني سورتو اللي كانت هاد لو تابي ولا هاد الزربيه في اماكن يتوارد عليه يعني عده اشخاص، هنا خصنا كل صباح يكون عندنا داك الحس اننا نوضو قبل ما يجي لو جروب الثاني او الناس اللي غادي يعيشوا في هذاك المكان هذاك اليوم، نضفوا الطريقه باش يكون يعني سليم جدا. وثالثا التهويه، هذا عامل مهم جدا، التهويه ديال الاماكن اللي فيها العمل وفيها الاشخاص. يعني واخا نديروا التباعد ولكن خاص ولا بد يكون نظام التهوية يكون إلى قدينا يكون التهوية العادية، فهي يستحسن تفادي الكليماتيزور. ولكن إذا كان من الضروري كنعرفوا كاينين المناطق اللي هي الحرارة ديالها قوية أولا مناطق اللي أولا مقاولة أصلا فيها مواد يعني بحال الفرارن ولا هادي اللي كتشعل الحرارة يعني مضرة للصحة، فهنا خاص يكون لي كليماتيزور يستعملوا فيهم أو لا يتنظفوا لهم المعقمات ديالهم اللي فيلتر ديالهم، يقوموا بلا ستيريليزاسيون ديالهم أو لا يستعملوا واحد لي فيلتر اللي هما فيغيسيد، يعني أنهم قاتلة للجراثيم، هي اللي كتقتل الجراثيم وكتقضي عليها. فانا يعني من الضروري هاد النقطه ديال التهويه اللي انا كنعتبرها بانها الا بقينا مجموعين في واحد المكان واحد عده ساعات، فاحنا راه واخا نكونوا لابسين لابافيت وهذا راه كنوليو كيتسيركول ان سيركوي دير اللي كيكون عامر بالجراثيم اللي ممكن انهم يبقاو يهبطوا على الاسطح وحنا غنستعملوا داك الاسطح. وهذه يعني هنا تفاديا من الأحسن أنه نديرو تهوية وتهوية طبيعية. نعم، كاين نقطة أخرى أيضا وحنا كنتكلموا كذلك على المسؤولية يعني الفردية بالنسبة للناس اللي دابا رجعوا للاستئناف العمل ديالهم. غنتكلموا إلا سمحتي لي أيضا دكتورة رجاء غانمي على المسألة ديال الناس. قبيله تكلمتي على الشركات اللي ربما كتكون موفره الخدمه ديال ترونسبور بالنسبه للموظفين ديالها، لكن غنتكلموا على الناس اللي تيمشيو مثلا في وسائل النقل العموميه، مثلا على صعيد مدينه الدار البيضاء ولا الرباط، غادي يركب في تخاموي ولا غادي يمشي مثلا في تاكسي او لا. فشنو النصيحه كطبيبه شغل اللي كتوجهيها بالنسبه لهاد الناس اللي كيستعملوا مثلا وسائل النقل العموميه بشكل هو يومي، يعني كيمشي فيها الصباح وكيرجع فيها في العشيه؟ النصيحة الأولى اللي أنهم إلا بان لهم بأنه التراموي أو يعني لو مويان دو ترونسبور برؤية العين بأنهم راه عامر فائق فايت الطاقة الاستيعابية، ف يعني ما يحاولوش أنهم يركبوا فيه، لأنهم راه غير يعني بحال راهم عرضة
للفيروس. هو ثانيا هو سمحي لي هو دكتورة رجاء، ربما قانونيا راه تخاموي، يعني كاين امور اللي هي صدرات يعني كتحدد العدد اللي خاصو يكون مثلا في ديك وسيله النقل، ولكن كيف ما قلتي ربما الى في حال ربما انه قلنا مثلا ديباط، كنتكلموا عن ديباط ديال الناس ايضا، يعني كيبقى مهم جدا انه الانسان راه كيشوف الى بالو كيف ما قلتي وسيله النقل انها عامره، فمن الاحسن انه يتفادى ما يركبش فيها. هو هذه القاعده تنطبق ماشي فقط على وسيله النقل، يعني اي مكان، حيت بعد النوبات كنشوف بعض الصور يعني في اسواق او لا في اماكن يعني ديال تقديم خدمات او لا تقديم الاكل، الناس ما كيردوش البال لمساله انهم خاصهم يبقاو متباعدين. بعض يعني بعض المشاهد اللي شفتهم يعني انه كان هنا راه كنقول بانه نتفكروا دائما حنا راه قبل ما ندخلوا لهذاك المقاوله راه حنا درنا التيست ولقينا راسنا نيجاتيف، فهذا يعني انه هذاك لا نيجاتيفيتي تتبقى المسؤوليه علينا، خاصنا نحافظوا عليها. اي واحد بمفرد ديالو فهو مسؤول على ذاك المجموعه ومسؤول على لا فامي ديالو. يعني هنا عندك المسؤول، انت غادي للشغل راه هذا حامل مسؤوليتين، مسؤوليه على اليمين هي العائله ديالك والاسره ديالك اللي خليتيهم كيف ما قلتي في مأمن، ومسؤوليه الناس اللي انت كتشتغل معاهم. يعني من يكون غادي الانسان يكون هو واعي بهذه المسؤوليه، يعني اي اماكن الاستحمام لا كان سوبر مارشي او لا سوق اسبوعي او لا اي ماده حيويه، فهو دائما يرجع ياخذ المسافه ديال الامان ديالو، يحسب متر ويوقف فيها. وثانيا استعمال الكمامه بالطريقه السليمه، فاش يطلع المكان يدير الكمامه ديالو ويتفادى، يعني ولا درنا الكمامه وحكينا مثلا عينينا، فاحنا راه حنا كن راه حنا عرضنا نفسنا للعدوى. يحاول بانه يقول بان دابا اليدين ديالي راه ماشي سليمه، يعني نتفادى انني نقيس الوجه ديالي. ملي يوصل ملي يهبط ويوصل للمؤسسه، ملي يوصل للبلاصه ديال العمل ديالو، اول حاجه يبدا بها هو يدخل يغسل اليدين ديالو. هذه اهم حاجه، انه يغسل يديه مزيان بالماء والصابون، او لا الا كان يعني يتعذر انه يدير المعقم، وانه يبقى في المسافه ديالو ديال الامان بارابور الاصدقاء ديالو. نعم، غنتكلموا الى سمحتي دكتوره رجاء غنيمي ايضا على مساله مهمه ايضا وجات في الحديث ديالك، اللي هي خاصه بالنسبه للتحاليل المخبريه. يعني شفنا صراحه عديد من المؤسسات والشركات اللي عملوا هذه المبادره، رغم حتى العدد ربما كيكون عندهم كثير، يعني فوق 100 شخص، وخذوا المبادره وعملوا هذه التحاليل مثلا قبل ما يستأنفوا العمل، في حين انه من ضمن الرسائل اللي كانت وصلتنا ايضا مثلا كان سؤال ديال سميه، كان كذلك عبد الصابور، كان سفيان، هذو مجموعه ديال الناس يقولوا باللي راه الشركه ديالهم يعني ما عملاتش هذا التيست او لا ما عملوش هذا الاختبار هذا. واش هو مجبر؟ يعني دابا الدور ديال طب الشغل هنايا، يعني انت كطبيبه الشغل، يعني مثلا المؤسسات او اللي غادي تشتغلي معاهم، واش هذه المساله هذه كتكون اجباريه بالنسبه لرب العمل انه خصو يعمل هذا التيست او هذا الاختبار قبل ما الموظفين يستأنفوا العمل ديالهم؟ هي المساله دابا يعني خرجت يعني من الضروري انها تكون، يعني ماشي زعما اجباريه، ولكن هو الطبيب الشغل يعني خاصو يحث عليها. وانا يعني كنشوف بانها مساله يعني ماشي اختياريه، ماشي لوكسي، ضروريه. يعني اي رب شغل ربما هو غير يعني غير غوتار في لابليكاسيون، ولكن انا كنشوف بانهم الاغلبيه يعني يحثون على انه البدايه تكون البداية الدخلة تكون يعني النتائج ديال التحاليل المخبرية، وتكون افيرماتيف شنو هي المسألة اللي هي، واش السيد بوزيتيف او لا السيد نيجاتيف قبل ما يدخل، لانه هنايا باش راه كما قلت يدخل على صفحة بيضاء ويعرف رب المقاولة بانه الناس ملي جاوا بداو نيجاتيف. يعني هذه مسألة يعني انا كنشوف بانه ضرورية، وضرورية جدا أنها تعمم في جميع المؤسسات. نعم،
شفنا التصنيف اللي هو خاص بالمدن او خاص بالاقاليم دكتور رجاء غنيمي، شفنا مثلا المنطقه او المناطق اللي تصنفوا او المدن على انهم في المنطقه رقم واحد، مجموعه ديال الانشطه اللي غادا ترجع تستأنف، من ضمنها مثلا الامور اللي هي خاصه بالحلاقه لا بالنسبه للنساء ولا الرجال او للمراكز ديال التجميل. وتنعرفوا حنا مثلا بالنسبه للسيدات او حتى الرجال يعني كتكون واحد المسافه قريبه، الا تكلمنا مثلا على انه السيده غادا تعمل شي حاجه للوجه ديالها او للشعر ديالها او للاظافر، يعني السيده اللي غادا تخدم ليها غالبا ما تتكون واحد المسافه اللي هي قريبه. هاد الحالات هذه كيفاش كتعاملوا معها دكتوره رجاء؟ يعني شنو النصائح اللي تتقدموا بالنسبه للناس اللي كيشتغلوا في هذا المجال هذا؟ يعني انا شخصيا النصيحه اللي كنقدم انهم يتعاملوا اي حاجه اللي هي زعما غادي تكون تتطلب واحد المسافه قريبه بزاف انه يتفادوها، يعني انا كنقول في لو كادر ديال لا سوبريسيون دو ريسك انهم يتفادوها او يستعملوا يعني تعقيم المكان هذه ما نهضروش عليه، جميع الادوات يكون متعقمه يعني بالاستعمال بين زبون وزبون اخر، يعني ملي يفوت يخرج الزبون يتم تعقيم الالات اللي خدمنا بهم للزبون الاول، ولبس طبعا الكمامات وتغييرها باستمرار لانه الحلاق يعني اولى العدوى فهو معرض حتى هو للعدوى، الا تعرض هو للعدوى فيعني انه من بعد لا قدر الله يولي هو ينقلها للناس، وهذا يعني هي ديال كتشكل الصعوبه ديال المساله، فانه يخرج للكليون يبدل هو الكمامه ديالو، يلبس كمامه جديده، يعقم الوسائل اللي هو خدم بها للكليون الاول. طبعا هذا داكشي اللي تكلمنا عليه في الاول على بالنسبه للمسؤوليه ديال الجماعيه فهي كتبقى هنايا حاضره وبقوه، يعني الطاقه الاستيعابيه ديال المحل ديال الحلاقه اولا خاصها تحسب مع مراعاه مسافه الامان او مساله زون دو سيكوريتي بين الناس، يعني انه ما يمكنش نخلي الناس كينتظروا وهما مقاربين مع بعضياتهم، وانه الناس اللي كيخدموا لبعضياتهم مقاربين، هنا خاصنا الطاقه الاستيعابيه ديال المحل تدرس وتدرس بدقه. فالحمد لله يعني بالنسبه للمقاولات يعني الانسبكسيون على حسب تصريحات وزير الشغل تقريبا 85% من المقاولات اللي تم، يعني تقريبا اكثر من 10500 مقاوله 85% منها تتحترم المعايير ديال السلامه القوي، يعني الحمد لله يعني كاينين وسائل السلامه، وهذا كيجعلني كنكون يعني كنقول بانه الحمد لله يعني كاين هذا الهاجس حاضر بقوة، يعني جميع لا أرباب المقاولات ولا الناس اللي كيخدموا يعني كاين هذا الهاجس، يعني حتى ملي كنكون كنتكلم مع الناس يعني كنلقى بأنهم كاين واحد المستوى الحمد لله من الوعي بالمسألة، هادشي اللي كيجعلني بأنهم كنقول بأنه الحمد لله يعني أنا ما عنديش داك التخوف كبير بزاف بالنسبة لهاد الانطلاقة ديال المقاولات. نعم، نمشيو مباشره نتكلموا على نقطه ايضا، وحنا كنتكلموا على دور طب الشغل في هذه المرحله اللي هي خاصه بالرفع التدريجي للحجر الصحي دكتوره رجاء غنيمي، الدور ديالكم دابا من بعد، يعني مثلا نتكلموا على مقاوله اللي فعلا احترمت المعايير كامله ديال السلامه، المستخدمين ديالها عملوا لهم الاختبار قبل ما يبداو ومحترمه حتى الشروط اللي هي اساسيه بالنسبه للسلامه دائما، الدور ديالكم بالنسبه للمراقبه واش كيبقى؟ يعني واش كتبعوا؟ واش كديروا مثلا تقارير او لا؟ يعني من بعد هاد الشيء شنو العمل ديالكم اللي تيكون من بعد او شنو الخطوات اللي تتقوموا بها؟ من المفروض طبعا انه يعني في الانطلاقه يكون طبيب الشغل وخاصو يبقى حاضر في هذه المرحله كامله، يعني بالنسبه للتقارير ديالهم اللي يعني التقارير اللي كيدار دائما، يعني لي فيش ديال لونتربريز، فيش يعني ما هو اداري في عمل طبيب الشغل، يعني خاصو يبقى دائما قائم. وطبعا انا تنهضر على لا سوبرفيزيون ديال احترام وسائل الوقايه اللي هي لي مويان دو بروتيكسيون كوليكتيف او انديفيديوال، خاصو دائما هو يسهر عليها ويحط رب العمل والناس اللي هما مسؤولين مباشره على لا سوبرفيزيون دو بيرسونيل على انهم يلاحظوا هذه المساله ويتبعوها عن قرب. طبعا الحث على انه اي شخص مصاب باعراض ولا يعني اعراض اللي هي مشابهه للزكام، يعني ماشي اي واحد
يشخص الراس، وهنا النقطة مهمة. يعني ماشي أنا غادي نوض مع الصباح ولقى حلقي كيحرقني أو لاني فيه أو لا مشى لي الشم أو لا فيه الحرارة، فمن ما نستهنش بالأعراض. هنا تتبقى المستخدم خاصو يا إما يجي يتشاور مع طب الشغل، أو لا طب الشغل هو لاحظ أنه في أحد المستخدمين أنه يطلب منه أنه يمشي ما يبقاش في المقاولة، وانه يمشي يدير يعني عند الطبيب اللي يعني الطبيب المعالج ديالو، حيت هو طبيب الشغل هو دوره وقائي، يعني انه يدير وسائل الوقايه ويتبعها. اما التتبع العلاجي فهو طبيعه الحال خاصو يمشي عند الطبيب المعالج ديالو اللي خاصو يدير له التحليلات وعاصو يتبعه. الا كان حتى كيتبين بالنتائج انه نيجاتيف ما عندوش، عاد يرجع للعمل. هنا يعني في هذه المرحله كلها كتكون تحت المسؤوليه ديال طب الشغل بانه يتبع هاد الاشخاص اللي هما ممكن يكون عندهم الاعراض، ويتبعهم مع الطبيب الشغل ويعاود يشوف بانه الملف ديالهم نقي ويعني ونيجاتيف، عاد باش يعاود يرجعهم لمكان العمل. طبيعة الحال أنه كيف ما قلت بأنه الناس اللي بين اللي بأنهم عرضة أكثر للإصابة يعود يقترح أنهم يخدموا بطريقة أخرى، يعني إما تلي تخافاي وإما يخدموا في النوتخ بوستو تخافاي، يعني كما تقول يقترح أنهم يديروا لهم الشونجمون على حسب. يعني لكن هو مثلا في شي مكان اللي هو عرضة يقدم تدخلوا شي مهمة إدارية أخرى، أنه يكون في مكتب بوحديته. يعني هنا الضوء كيبقى مستمر. يعني حنا الآن راه الوباء راه كما تنسميه لا مالادي ميستيريوز، يعني أنه هذا المرض راه لحد الآن حنا ما كاينش لقاح، ما كاينش علاج اللي هو زعما كاين فعال بأن في البيئة اللي كنقولوا بأنه كاين هذا المرض المعالج. يعني كتبقى دور الوقاية قائم وضروري، وهو اهم شيء اللي خاصنا نتبعوه. يعني من يعني من كيف ما قلتي من نخرجوا من دارنا حتى نرجعوا لدارنا، فاحنا هنايا كل شيء لاشين فيها مسؤوليه المقاوله، مسؤوليه الطبيب الشغل، مسؤوليه طبعا العامل، فهي مسؤوليه ريسبونسابيلتي ترانسفيرسال، كلنا عندنا جزء من المسؤوليه ما خاصناش نفرطوا فيها. انا غنشكرك جزيل الشكر دكتوره رجاء غانمي متخصصه في طب الشغل، شكرا جزيلا لك على كل هالتوضيحات اللي عطيتينا اليوم من خلال برنامج وقايه وعلاج. شكرا لك مره اخرى. شكرا لكم، وتحيه ليك اخت عفاف، وتحيه لكل طاقم البرنامج، وتحيه للمشاهدين. شكرا. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا ومتتبعينا، احنا وصلنا نهاية هذا العدد من برنامجكم وقاية وعلاج، كنتمنى لكم دائما الصحة والسلامة، وما تنسوش على انه احنا مازال ما تخطيناش الازمة الحقيقية. ربما التصنيف ديال المناطق، يعني المنطقة واحد او المنطقة جوج، هذا التصنيف راه ممكن نلاحظه بشكل اللي غادي يكون اسبوعي، يعني التزام ديال كل اقليم او ديال كل مدينة هو اللي كيحدد التصنيف ديالها وبطبيعة الحال. فمزيد من الحيطة ومزيد من حذر، ولكم أطيب ورق تحية من عفاف ماجد رفقكم في العدد والتقديم، والشكر موصول المهدي فرحي رفقني في الإخراج. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.